السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمناكم تكونوا مزيانين. اليوم عند النهار ديالي، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نشارك معكم نهار تحفيزي، كما كتعرفوني ساليت شغلي وخرجت وسمحت في الدار شتيتو. اليوم ان شاء الله نشارك معكم روتين تحفيزي. المهم كيف ما العادة، نوض الصباح شربت قهوة ديالي، فطرت العواول وشربت قهوة ديالي باش كان كون على خاطري. ديك الساعه خرجت تاخرت، ديت العواول للجامع كيقراو لي في 11 الوحده، ديتهم وجبت سخره في يدي. ما كنتش في الدار وتسلت لي بعض الحاجات وجبت ما نقضي هاد اليومين. انا ساكنه حدا السوق، السوق عندنا الحد والخميس، واليوم صبحت في الدار جبت ما نقضي هاد اليومين. هادي بطاطا، بطاطا، وجبت بصل كما كتشوفوا صغيرة الدراوش. خضرة غالية كانت اليوم، 8 دراهم، 6 دراهم، قرع 8 دراهم، بصل 7 دراهم، بطاطا 6 دراهم، طوماطيش 8 دراهم. غير هيدا هادشي اللي عندنا حنايا في الحومة. هادي طوماطيش جيت باش طيبت الغداء وخملت الجعدة، جعدة 8 دراهم كانت اليوم. الأسواق كتختلف، الحق حنايا الحومة ديالنا هادشي اللي كاين. جبت هاد الصابون هذا باش نصبن الزربية ومطعد الكلاس العواول كيلعبو، وجبت هاد كاوتشو باش يقرط الراجل شي يدين العواول الحيوط. هيدا غير الحاني حاني. جبت الخميره ديال الحلوى باش كنعدل هيدا في العشيه شي حاجه للعواول، مره بانكيك، مره باستا، مره الحريشه، كل مره بغرير. هذا فاني، جبت الخميره وفاني، والخميره بيضاء، الخميره حمراء يبقى لي. جبت السكر، دير الخميره هلسا وصافي. جيت باش نقدي ونطيب الغداء. دي السخره د هاد اليومين باش هنايا كلشي عندنا قريب. ما كتعرفوا ما كنتش في الدار، والدار مرونه انت كتشوفوا. هذا مطاعد الكلاس عندي الكوزينه، صاله مونجي ومطاعد الكلاس كيلعبوا العواول هنايا. هنا عندي الكوزينه، شو كيف كيخليو لي الروينات القشاوش كيفسخوا كلشي. وصافي صبغت الغدا. هذا اللحم عملته طاب، طبعا نعملوا الخضره. كتعرفوا الطاجين ما كيطيبش الخضره مع اللحم، مره كنعمل اللحم حتى كتكمل الاقامه ديالها بصيله والاقامه حتى كيدخل لا طيب مزيان، كتكون خاصها غير الخضره. الخضره ثلث ساعه 4 ساعه هي طيبه مثل بصيله. عملت الطاجين بالخضره، انا عندي العواول صغارين ضروري كخصني نعمل الخضره باش كياكلوا العواول الخضره، ما اللحم ما كتعجبهمش بوحديتها. هي هنا تا كطيب لي اللحيمه وتا كتكون عليه طيب مره، عاد كنعمل لها الخضره. كاين اللي كيعمل من الاول، كل واحد اطباق تختلف بحال اللي كيقولوا. عملت الجعده بالطاجين بالخضيره، انا كيعجبني هيدا نطيب في الطويجن، كننزلو هيدا في الطبله كيجي منظر مزيون. انا اغلبيه كنطيب في هادو طويجنات، كنطيب كوكوط ولكن اغلبيه كنطيب في الطويجن. هيدا كنست في الخضيره، كانت التليفون في يدي دابا نزلتو ما عيبالكم شي مزيان، حيت شخصي باش نهز بالانغانا دابا كنست في البطاطا. كنت شابره التليفون في يدي وما جاتنيش نبقى شابره، نزلتو ما عرفتش واش يبالكم مزيان. المهم عنست في الخضيره معوطه، هذا الطاجين سلاوي كيقولوا له. بصل جعدة بطيطه، هذا كنست فما فوقي، نقص بوطه ناقصه باش ما كيلصقش وما كيتحرقش. ندير القرع مت بصل جعدة بطاطا والقرع من فوقي
هنزيد مطيشة طماطيش مقطعة دوائر، بعد نقطع الربع من فوق، نزيد له شويه مليحه فوق الخضره، وغنمرقو عادي نخليه يطيب على راحتو. ومشينا من الشغل ديالي، بيتو مطيش طاجين بالخضرة، طاجين خضاري. يطيب على نار هادئة، ها هو نعمل له الربيع شويه جد مليحه من الفوق، مثل شويه الخرق في الاول ما عملت شي مع اللحم، اللحم في الاول عملت له شويه ليمزال، شويه سكنجبير ومليحه وبصيله، وملي عملتها كطيب تطابت عاد عملت له الخضره كما كتشوفوا هنايا. العول جاو متجمع، جاو مع الوحده، عمرو بيسينا بقاو كيلعبوا فيها يتبردوا. كانت الحرارة اليوم كيكوزو الوقت الصيف هادي والحرارة اليوم ما خرجتو شي، عملتلهم غير يعوموا في الدار، عملتلهم بيسينا صافي. وانا كنعمل الشغل ديالي داخل باش خلاوني نسالي، غالي كنخمم ما كيكونوا حدايا ما كيخليونيش، انتو ما عارفين العواو صغارين دراجة صغارين. ملي عملت الطاجين يطيب عملت الحوايج في اللافادوره، هذه اللافادوره اوتوماتيك ولكن كتفتح من الفوق، هي صراحه مزيونه كتصبن وتعصر وكل شيء، وعندي كبيره كتخرج لي الحوايج تصب الطانيات كنصبنو فيهم اللي ماشي مضوبلين، طانيه كبيره ولكن ماشي مضوبله كتعلي هنايا كنصبنها. هنا كنعمل القياس اللي خصني، قياس الماء 7 لتر و8 حتى كتكون عامره كتمنى كل شيء زايد، التصبين والشلال والتعصير مره كتخدمها، كتخدمها كتبقى تطلق الماء. دابا هادي اذا فتحتيها وهي خدامه كتوقف، كتبقى تصوني حتى كتوقف راسها كتصوني، كتفتحها كتخرج تبارك الله شحيله ويا عندي صراحه مزيان. هنايا ملي عملت الحوايج في لافادوري تصبنوا، خرجت داك اللي في الكوزينه كامل صالامون نجي لكم طيربات اللي يلعبوا فيهم العواول الزريبيه باش نصبنها، خرجت كم كل شيء خرجت على برا وضربت لك السيقه، هاد ولات كتشعل كتشهي. هاي الا كتشعل ان شاء الله، المهم جففت الدنيا كامله وخليتها كتبس. انتما كتشوفوا ضروري العو صغار خصهم الارض نقيه، مثال التجفيف كان الحوايج صبنو جبتهم باش نشرهم، هما مخرجين معصرين مناشفين صراحة. هاد لابادورات مزيونين ماكينة التصبين، ما نخرجو من الطراسة نشرو ما حدا باقا القيلة. عندي هاد النشارة حتاش الطراسة ما فيها شي سلوكة، السلوكة كاينة في السطح فوقاني ما طلعتشي، هادو التخميل اللي خرجت من السطح منزلين زربية موقفة الحوايج نشرتهم. دابا انا عندي هاد الطراسة كتمشي فيها القيلة، كتبقى ضربة القيلة فيها. الطاجين ديالي هو طاب كيما كتشوفو، جا مزيون معسل هو الصراحة جا مزيون. طفيتلو وعدلت شي دونات العواول يعني باش نعملو ميريندا، عجنتهم خليتهم يخمرو شويش، قرصتهم طلقتهم بالمطلق وقطعتهم بداك المولد البيتزا مدور. انا عملتهم كبارين باش نسالي دغيا، عملت شي دويدا وشويه شهيد، هادو كيجيو خاويين من الوسط مزيونين كيعجبهم العول، كيقول لي عدلنا بحال هادو. ها هما قليتهم صراحه ساهلين، وعملت غير شتيتو هاد القياس هذا اللي كتشوفوا عملتو هذا، قالوا لي عملوا لنا مدورين دائما كيعجبوهم، وعملت اخرين كبارين صراحه جاو مزيونين.
انت كتشوفو كيطلعو مثلهم السكر اللي ما بغاش يعمل لهم السكر ما يعملهم شي. انا يا سالي الكوزينه جمعتها ملي قليت هاد الدونات، جمعت الكوزينه، خويت الشبكه، مسحت كل شيء. انا ملي كنسالي القشوع كنركن القشوع ما كنخليهم شي في الشلاله وصافي. وجبت الميريندا، كانت جات العشيه تهيت نهار كامل وانا واقفه. هي لا بقات لي، بقاو لي زرابي خليتهم حتى نغدا، زربيه صابنا وصافي. هنايا ميدو كياكل دونا كيعجبو، برير داتاي وصافي. هادشي لي نزلت، كل نهار ونهار وكل نهار ورزقو. ايوا كنتمناكم تكونوا دوزتوا معايا هاد الفيديو مزيون، شاركتوا معايا النهار ديالي التحفيزي. ها هما كيف كيجيو داك اللي مدورين خاويين مزيونين، انت تعمرهم بالشوكولاد بالكريم باتيسري اللي بغيتي.